أعلامية سوسن السيد، أهلا وسهلا فيك على شاشة ميوزك نيشن. بيشرفني أطلع على شاشة ميوزك نيشن، هالموقع الإلكتروني اللي بدأ بنجاح كبير بالعالم، وبيسعدني أنه يكون هو كمان راعي برنامج ملكات. صرنا تقريبا أكثر من سنة مع بعضنا أنا وخالد آغا، بدي حيي للأستاذ خالد هالإنسان العصامي وكل أسرة ميوزك نيشن اللي فعلا عم تشتغلوا حلو وعم بتوصلوا رسالة بسرعة البرق مثل ما بيقولوا وعم تنجحوا. ست سوسن، عم نشوف فيك اسم الله بنشاطات كتير كبيرة بلبنان وخارج لبنان، وبرنامج ملكات مستمر. قديش سعيد اليوم بهالنجاح اللي عم تحققه؟ بتعرف انت ما في شيء هيك سهل بالحياة، يعني اكيد في جهد كتير كبير حتى نستمر 9 سنوات. يعني هلا بال 2013 بكون بلشت سنة 9 ببرنامج ملكات. الحمد لله انه عندي هدف، عم بحاول اعمل برامج حلوة، عم حاول انقل صورة حلوة كان هون ولا برا، وان شاء الله يكون عم يعجبكم هالشي. يعني انه انتوا اكيد لانكم عم تتابعونا كل اسبوع، وصاروا الناس عم بيتابعونا حتى بميوزك نيشن عم يشوفوا شو الاخبار من خلال هالموقع المهم. انا سعيده اكيد، ما في حدا ما بينجح انه عم بيوصل رسالته بطريقه صحيحه. ست سوسن، قديش اليوم يعني لك مهرجان بياف؟ بياف انا بعرفهم زمان لدكتور ميشيل ظاهر، يعني من بدايه التاسيس انا كنت معهم، شفتهم تعرفت عليهم، قعدت معهم، كنا نجتمع بالبوت مع دكتور فادي الهاشم، كان بعده بالبياف، ولكن بعدين ترأس المهرجان دكتور ميشيل ظاهر وصار معه مجموعة كتير مهمة، وأنا من وقتها بلشوا أنا دايما بغطي لهم. وسنة الماضي كان لي شرف كرمت نبيل عبيد نجمة مصر الأولى والعالم العربي، والسنة أنا موجودة معهم مبسوطة كمان، يعني جيت هيك بهالحدث المهم متواجدة. ست سوسن، إذا اليوم بدي أعطيك المايك وبديك تتوجه لكل الجمهور العربي اللي عم يتابعك هلأ عبر ميوزك نيشن وبيتابعك كل أسبوع عبر ملكات، شو بتقولي لهم؟ بقول لهم بحبكم كتير وشكرا لدعمكم، بليكم نحن ما بننجح، أنا برأيي أنه الجمهور هو اللي بيخليك تستمر، ونجاح برنامجي من وراء الجمهور، فبدي أشكرهم كتير لأنهم عم بيتابعونا وعم بيعطونا نسبة مشاهدة كتير عالية بالعالم العربي والعالم، وهذا الشيء هو الحافز الأساسي اللي يخليني استمر بصراحة، لأنه مش سهل تكمل برنامج 9 سنين، مش سهل.